محمد مرسي بنقول له اتق الله في الشعب ده شعب مصري اللي بيموت ده شعب مصري عايزين القصاص عايزين المحاكمه العادله وعيبنا ما يلعبوا علينا احنا مصريين مهما كان بص لو اتحاكموا بورسعيد مش هيسكت واحنا لو ما اتحاكموش برضه احنا مش هنسكت وهم هيلعبونا مع التقنيه والجيش لغايه ما يرضوا حقهم ويرضوا قصاص الشهداء. يعني انا متوقعه انه يعني اساسا انا شايفه ان في مسؤوليه سياسيه وفي اهمال حصل وفي تقصير من الامني رهيب ده لو ما فرضناش ان في مؤامره. يعني الواحد خايف احنا عارفين ان القضاء مش هيظلم حد. المتهم والمدان يتحكم عليه بالاعدام والبريء يطلع براءه. احنا مش هنظلم حد. احنا عايزين حق اولادنا بس حق الشهداء من القضاء ومن الدوله. الدوله مستقله فينا لغايه لحد اللحظه دي ما تمش اي حاجه. المذكره عند رئيس الوزراء ولا سائل في شهداء بورسعيد خالص. احنا عايزين العدل بتاع ربنا. كان فاكر حكم يوم هيخلف على مكان الشعب السعيد.